مخلصة وأن نتحرى الطيب وأن نتحرى الحلال وأن نتحرى المعروف ونفعل المعروف لمن نعرف ولمن لا نعرف. الإنسان المسلم ده يعني إيه، هين اللين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسكه واحد ويقول له تعال نعمل خير يلا بينا، لكن يكون ذكي وفاطن أيضا حتى لا يستغل، يعمل الخير في موطنه، لأن الحكمة هي وضع الأمور في نصابها، فينبغي أن يكون حصيفا حكيما يضع الخير حيث الخير. ولذلك حتى العلماء مع أن الزكاة يعني من خير، كلها خير، ومع ذلك العلماء يقولون على المزكي اللي هو حيزكي بنفسه وعلى وكيل المزكي. يعني أنا لما بنخرج زكاتي بنفسي علي أن أتحرى في مصارف الزكاة، مش أي حد يعني نديله، لا نتحرى شوف الفقير المسكين المحتاج ونعطيه، لأنني مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. أنا وكلت الأستاذ حمدي مثلا، والله أنت بتعرف الفقراء والمساكين فخد القدر ده من الفلوس واعطيه للفقراء والمساكين، ده زكاة. فخلاص على الأستاذ حمدي مسؤولية هنا لأنه قبل الوكالة، مزبوط، فأصبح أمينا على تصريف هذا المال. ولذلك الحكمة تقتضي وضع الأمور في نصابها، الحكمة تقتضي أن لا أقبل على الله سبحانه وتعالى إلا بتهيؤ تام في الصلاة، وأن أستحضر نفسي وأنا في الصلاة، وألا يأخذني مشاغل الحياة فأسهو عن عظيم الصلاة. وأتمنى ألا تأخذنا مشاغل الحياة فننسى